بوردو مونبيلي الدور الفرنسي الدرجة الأولى الجولة العاشرة، وإن شاء الله كيفاش مباراة كانت نقولوا بلي مباراة تاع وين بوردو وين ضيع أهداف، ضيع الفوز تاعو في الشوط الأول يعني، وإن شاء الله كيفاش الشوط الأول وين انتهى 0-0، إن شاء الله كيفاش كانت المباراة، مباراة نقولوا بلي مونبيلي الشوط الثاني يعني الشوط الثاني وين شأنك كيفاش الأهداف في الشوط الثاني بعد ما الشوط الأول انتهى 0-0، شأنك كيفاش فوران الذي سجل الهدف في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49 في 67 أندي ديلور اللاعب وين أندي ديلور في الدقيقة 76 وين سجل الهدف الثاني، يعني رغم أن نقولوا بلي بوردو وين ضيع أهداف في الدقيقة 52 في الدقيقة قبل ما يعد قبل ما يضيف الهدف أندي ديلور الهدف الثاني، وين كذلك وين بوردو في الدقيقة 64 باولو الذي سجل الذي ضيع هدف إن في الدقيقة 64، يعني شاهدنا أهداف شاهدنا لعب جميل، شاهدنا كيفاش نقولوا بلي بوردو وين دخل بخطة 4-1 4-1، مونبيلي وين دخل بخطة 3-4-3، يعني كانت مباراة تكتيكية ما بين المدربين، وين شاهدنا كيفاش كوستيل في الحراسة تاع بوردو إن أكشن روزا رونار باولو لوريس توم المهدي زرقان اللي لعب خرج في الدقيقة 62 حاتم بن عرفة جورج ريمي شاهدنا كيفاش تغييرات ياسين عدلي اللي دخل في الدقيقة 62 نيكولاس كذلك في الدقيقة 62 جيمي في الدقيقة 61 شاهدنا مونبيلي تغيير واحد وين ديميتري في الحراسة وين لعب دور كبير في الشوط الأول شاهدنا كيفاش بيدرو شاهدنا دانيال شاهدنا إيميرسون تاجي جوردان فوران شاهدنا جونيور أندي ديلور جيتان اللي نقولوا باللي كان لعب دور كبير شاهدنا كيفاش دولي اللي دخل في الدقيقه 64 ما كان تيجي، يعني هذه هي المباراه ونقولوا باللي مونبيلي لعب في الشوط الثاني عرف كيفاش يستغل هفوات والتسجيل اهداف، هذه هي الجوله العاشره بوردو ينهزم امام مونبيلي بالاداء والنتيجه في الدوري الفرنسي الدرجه الاولى. صعيب